موضوع الحقيقة زود الإحباط اللي عندي من نتيجة المباراة. الإحباط ما حصليش أنا بس، حصل لأوساط الكرة المصرية بشكل عام، وانصب الغضب والهجوم على مجموعة من اللعيبة وطبعا قائد المنتخب كابتن شوقي غريب. وكان من بين اللعيبة اللي يعني حصلوا على نصيب كبير من الهجوم هو الكابتن علي غزال، لاعب نادي ناسيونال ماديرا المحترف في البرتغال. وفي دفاعه عن نفسه انا قلت ان انا استضيفه علشان انا عارف ان هو رجع البرتغال، عشان طبعا هو مرتبط بعقد ولازم يشارك في مباريات الدوري، وهو معايا دلوقتي على التليفون من البرتغال مباشره. كابتن علي غزال، مساء الخير وشكرا للمشاركه معايا في مصر الجديده. مساء النور يا استاذ معتز. اهلا بيك. والشكر لله. لا ولا يهمك خالص. الموضوع ما فيه ان انا يعني مش من المؤمنين بان السبب في الهزيمه بيبقى فرد، انما ده ما فيش شك انه ان انت ادائك في المباراه، يعني مش عارف لو اكون مبالغ لو قلت لك ان انا حسيت ان انت نفسك يا راجل مش راضي عنه. فهل ينفع أكيد توضح لنا ايه الحكايه؟ ما لو انا بتكلم، لو اتكلم على ادائي انا شخصيا، اكيد انا مش راضي عن ادائي طبعا في المباراه، لان مش ده مستواي اللي انا متعود عليه، اللي الناس متعوده تشوفه كمان. ليه؟ والله شاء ربنا سبحانه وتعالى ان في مباراه زي كده يحصل الاداء بالشكل ده. بتحصل برضو، مش متكلمش مثلا انا عملت مباراه، يعني من وجهة نظري مش مباراة في مستوية. بس برضو يعني مش ما ظهرتش لوحدي، يعني حضرتك فاهم قصدي، اللي أنا يعني هو المسؤولية عايز تقول إنها مسؤولية جماعية، ما هواش خطأك أنت لوحدك. لا مش أنا ما بتكلمش على خطأ مثلا جه في جون أو خطأ جه في حاجة، أنا بتكلم على أداء شخصي أنا مش راضي عن نفسي. أنا بتكلم على كيوم كامل كتيم، اظن الناس كلها شافت يعني. طب معلش كابتن علي، يعني هو ممكن دلوقتي ملايين من محبي الكرة المصرية ممكن يسألوك سؤال واحد، هو انتوا ليه كان منظركم وحش في الملعب؟ هو احنا ليه خسرنا من تونس 1-0 على ارضنا مع احترامنا الشديد يعني؟ والله احنا ما فيش واحد يا استاذ معتز، يعني حضرتك مثلا بتيجي تطلع على الهواء بتبقى محضر للحلقة زي الفل عشان تطلع الحلقة بشكل كويس. بتطلع الحلقة ساعات بتحصل ظروف في النص، بيحصل مداخلات، حاجات بتغير مجرى الحلقة، صح ولا غلط؟ بس مش كل حلقة، يعني لما بقى الحلقة يعني بتاعت السنغال 2-0 وفلت من هزيمة محققة، ما الحلقة بقى اللي جاية هلاعب تونس في مصر وما بين جمهوري، وكمان يعني ده يبقى إخفاق متكرر. الموضوع مش موضوع إخفاق متكرر، احنا بنبقى نازلين ما فيش واحد بينزل عاوز يأدي بشكل وحش، ما فيش لعيب بيبقى نازل عاوز يأدي بشكل وحش. احنا نازلين عشان نعوض الماتش الاولاني، عشان نكسب مباراه تونس، عشان نبقى موجودين في الصوره بشكل اقوى. احنا انا مش معنى اللي بقول نبقى موجودين في الصوره معنى كده اللي احنا خرجنا، لا لسه بدري اصلا جدا، وهي الناس يعني مصوره ان خلاص كده الماتشين يعني خلاص منتخب مصر خرج، انما لا لسه في 4 مباريات. بس انا بتكلم اللي احنا كنا نازلين اكيد عشان نكسب ماتش في ملعبنا، وكل ده شاءت الظروف اللي يخش فينا جون وما قدرناش نعوض الجون ده حتى بجون اللي احنا نتعادل او حتى نجيب جونين او نكسب. انت مركزك كابتن علي غزال اللي لعبت فيه، هل هو ده المركز اللي انت متعود عليه ولا غيرت المركز؟ لا انا كنت، انا اصلا انا ايام منتخب، انا لعبت منتخب ناشئين في مصر، لعبت منتخب شباب، كنت على طول بلعب في قلب الدفاع. لما جيت هنا في البرتغال بقالي حوالي سنه ونص انا بلعب في نص الملعب. النقطه اللي الناس عماله تتكلم فيها وده عمال مش مركزه، انا بقول حاجه، انا فعلا انا بلعب نص ملعب هنا في البرتغال، بس انا لما جيت من اول ماتش جيت لعبته مع كابتن شوقي غريب لعبني في مركز الدفاع، والناس نفسها قالت اللي ده حاجه هتبقى حاجه كويسه للمنتخب، هتبقى اضافه وده لعيب كويس والناس بتتكلم بشكل كويس جدا. مش هيجي ماتش، يعني انت شوف وجهه نظر متناقضه جدا، ماتش واحد مثلا بتاع تونس بعديه خلاص الناس قالت لا ده هو اصلا مركزه كذا، لا ده هو مش عارف ايه، ابتدى يحصل فيه ضغط في نقطه الناس اصلا كانت عكسها من فتره. طب كابتن علي غزال، انت مكمل مع المنتخب ولا قرينا بعض الاخبار النهارده اللي تتحدث عن استبعاد مجموعه من اللاعبين من بينهم علي غزال؟ انا مكمل مع المنتخب طول ما المنتخب محتاج علي غزال، انا ان شاء الله موجود عندي في النادي هنا
ان شاء الله اكون بادي بشكل اقوى من الاول عشان ارجع احسن من الاول باذن الله. وطول ما منتخب مصر محتاج علي غزال، علي غزال هيكون موجود. تمام. ومنتخب مصر علي غزال الناس شايفه ان هو، لا الفتره دي الناس يعني مش الناس، هو فضل المنتخب فيه يعني مش محتاجه الفتره دي، وحد تاني هيكون موجود. انا اول واحد اكون بشجع اللي موجود ده وشجع المنتخب كله. تمام. لان انا باجي العب للمنتخب، مش باجي العب عشان العب لاسمي، مش باجي العب عشان خاطر علي غزال جه المنتخب وفرحان. لا انا جاي بلعب عشان خاطر منتخب مصر، منتخب مصر يوصل افريقيا، عشان خاطر الناس اللي بتشجع منتخب مصر. تمام. فكون اللي انا يعني خلاص يعني انا، فانت تحت امر المنتخب عندما يحتاجك في اي لحظه، هو ده اللي انا فهمته. في اي وقت وفي تمام. اي مكان، ولو مش محتاجني انا اكون موجود وباذن الناس وبشجعها شكرا. لحد منتخب مصر يوصل للي هو عايزه ان شاء الله. شكرا كابتن علي غزال، اللاعب المحترف في الدوري البرتغالي، ويعني لاعب منتخب مصر كان من ضمن التشكيله اللي واجهت تونس الحقيقة يوم الأربع اللي فات، وبكل أسف خسرت مصر 1-0 أمام المنتخب التونسي. ودخلنا في لعبة الفرص المستحيلة أو الحسبة، بقى مش حسبة بيرما وبس، مسألة أنك أنت يعني الماراثون اللي بتقعد تلهث فيه علشان تكسب كل المباريات حتى لو خارج أرضك مع أقوى الفرق، يعني موضوع فيه ضغط نفسي كبير. ربنا معانا وربنا يوفقنا إن شاء الله. وشكرا لعلي غزال على هذه المداخلة.